طيب احنا اتكلمنا مع حضراتكم يوم الاربع اللي فات عن الحرائق اللي بتشتعل في المنازل في عدد من المحافظات. عضو مجلس الشعب السابق علاء حسنين قال انه الجن هو اللي بيشعل النيران دي في المنازل، والكلام ده قاله هنا معانا في مساء القاهرة يوم الاربع اللي فات لو حضراتكم فاكرين، وكان قصاده على التليفون معانا الشيخ صبري عبادة اللي قال ان دي كلها طبعا خرافات، وطالب بطريقة كده واضحة وصريحة طالب وزارة الداخلية انها تقبض على علاء حسنين بتهمة الدجل والشعوذة. واحنا في مساء القاهرة كنا اتفقنا على الهوى مع الطرفين استاذ علاء حسنين والشيخ صبري عبادة انهم يسافروا الاقصر واحنا معاهم ويشوفوا مين اللي بيشعل النيران، هل هو فعلا الجن زي ما بيقول استاذ علاء حسنين ولا في اشياء اخرى زي بعتذر زي ما بيقول الشيخ صبري عبادة. الجديد بقى انه امبارح النار اشتعلت في عدد من المنازل في قرية في الشرقية في محافظة الشرقية، وراح هناك الاستاذ علاء حسنين وقيل لنا انه اهالي القرية استقبلوا استاذ علاء حسنين ورفضوا استقبال الشيخ صبري عبادة مؤكدين ان ما قاله علاء حسنين هو الخبر الصحيح يعني وانه الجن هو السبب. طيب يعني احنا معانا عضو مجلس الشعب السابق استاذ علاء حسنين، اهلا بحضرتك معانا في مساء القاهرة، وما الذي حدث؟ ما الذي حدث في الشرقاية؟ الشرقاية النار كانت بتولع كل يوم 16 مرة و15 مرة و20 مرة تمام؟ وكتب الاولاد تتقطع في الشنط بالنص بالظبط، وبعد ما النار كانت ثلاث بيوت نقلوا جابوا محتويات جديدة راحوا شالوها عند الجيران دي الناحية الثانية في نهاية الشارع، راحت المحتويات مولعة كلها عند الجيران. معايا حضرتك؟ ايوه معاك اتفضل. جابوا حاجات تانية ودوها عند جيران اخرين ولعت الحاجة عند الجيران الاخرين دون ان تحترق بيوت الجيران الاخرين. هذه الواقعة قدام البلد بالكامل عشان بس دار فيها اللغط كتير جدا، منهم من يؤيد ومنهم من يعارض ومنهم من يتهم بالدجل ومنهم من يتهم بالشعوذه. الناس اللي قاعده في الفضائيات دي بتالف وهي قاعده في مكاتبها ينزلوا يشوفوا الامور دي على الطبيعه. نفسي بس شيخ كده يقول لك زي الشيوخ اللي قاعده كده في بعض قنوات زي قناه الحياه ينزل يشوف البيوت على الطبيعه والناس قاعده. بلاش بس نقول قنوات لو سمحت، معلش يا استاذ علاء بلاش نتكلم عن قنوات اخرى. لو سمحت انا ما قلتلكش قنوات، انا ما قلتلكش حضرتك اسماء، حضرتك قلت لي اسم قناه دلوقتي بس مش عايزين نقول قنوات. يا غلطان خلاص سيبك من القناه نفسها. احدى الشيوخ اللي قاعد يتفلسف ويتفزلك لما ينزل يشوف الكلام ده على الطبيعه، احنا بننزل نشوف الناس نشوف معاني الناس، مش قاعد انا في قناه فضائيه ما لا اقول وعيده ما لا اقعد واخد فلوس على الفاضي. انزلوا يا عم مشايخ شوفوا الناس المطحونه دي في الاقصر، حضرتك في الاقصر وانا ما رضيتش اسافر الاقصر ولسه ما سافرتش، كلموني الساده النواب في ثلاث بيوت مولعين عمارات في قلب بندر الاقصر. مش عايزين ينطفوا، كل ما يطفوا الدور الاول يولع الثاني ويطفوا الثاني يولع الثالث. هذه حقائق لازم الازهر والاوقاف يشكل لجنه لمعالجه هذه الظاهره الخطيره، وانا نفسي الواحد هعمل ايه؟ ده انا بروح بحل المشكله على حساب الشخص وبعد كده بتهم الدجل والشعوذه والحكايه والروايه. يا عم انت ما تنزل انت شوف مكاني، انت قاعد في مصر هنا بتعمل ايه؟ ما تنزل انت، ده مهمتك انت كازهر او اوقاف. بس حضرتك فالحمد لله رب العالمين، ده حضرتك واحنا قاعدين مع الست قدام الساده النواب تمام، وقدام اهل القريه بالكامل الست ولعت واحنا قاعدين الجلابيه بتاعتها ولعت. هيقول لك اصل الكربونات في الجو، اشمعنى الست دي بالذات اللي بتولع يعني؟ الكربونات اللي في الجو كان الشيخ صبري عباده بيقول يعني ممكن يبقى محطوط عليها ميه نار. قال ميه نار، مع الاحترام والتقدير برضه انا مش هتكلم عنه كراجل دي، لكن اسال اهل القريه عن حضرته يعني تمام. عندما ذهب بالامس امس تحديدا مش امبارح كان الجمعه؟ امبارح الجمعه. ماذا فعل؟ الحمد لله رحنا وربنا اكرمنا والنار انقطعت تماما، النار كل يوم بتولع 14 طب هو ايه اللي حاصل؟ ليه الجن مولع هناك؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله حضرتك هنقول برضه هقول لك ارجعي اسال اهل القريه، ولكن انا بقول كانت قطه اتحرقت في شويه عفش. قطه اتحرقت في شويه عفش تمام. اه فالجن يتشكل. آه. معروفه دي، ما حدش يقدر ينكرها تماما. دي حاجه مذكوره يعني تمام، وانا يمكن سالت فيها الدكتور احمد كريمه قال الجن يتشكل.
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن يتشكل في القطط والكلاب والثعابين. فدي كان متشكل بها جن فماتت. فأهل الجن لابد أن ينتقل. هذا هو الموضوع. حضرتك اللي عنده تفسير تاني ها يتفضل يقول لي هو التفسير. طب وايش معنى النار ما تنطفئش الا ما رحت؟ طب هل كل شويه قطه بتتحرق في الشرقيه فعشان كده بيحصل كل شويه؟ لا مش كل شويه. امال ايه اللي بيحصل؟ مش كل شويه حضرتك، دي حالات بتبقى حالات فريده من نوعها، وليست ككل النار وراها جن، وليس المريض بالمس والجن ليس ككله مريض بالمس والجن، في مريض بمرض نفسي او مرض عضوي. ده حضرتك كل حاجه ليها حاجه. وبعدين حضرتك لما تلاقي فيه قوه خارقه وحاجات غريبه بتحصل قدامك قولي لي تفسيرها ايه. حضرتك لما الهدوم تبقى داخل الدولاب والهدوم تتحرق داخل الدولاب والدولاب من بره سليم، اديني تفسير ليها انت حضرتك او واحد يطلع يفسر. لا انا شخصيا ما عنديش تفسير، بس خليني يعني اسال الشيخ صبري عباده وكيل وزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك معانا. وبدايه هل فعلا حضرتك لما رحت امبارح الشرقاية يعني رفضوا الأهالي استقبال حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هذا الكلام كذب تماما، وإن أنا لما اتصل بي الأخ علاء هو اللي اتصل بي شخصيا وبعث لي رسالة مساء الجمعة نتواجد غدا في صلاة الجمعة في قرية الشرقاية حتى ترى كيف أعالج وكيف أقطع الجن وأذبح الجن وخلص على الجن. وعلى الموعد المحدد توجهت إلى القرية، وكنت أنا السابق والتقيت مع أهل القرية ومع أهل البيوت وتواجدنا في المكان، وكنا على انتظار أن يأتي أعلاء حسنين. وبعد أن وعظنا الناس وردينا الناس إلى دينهم الصحيح ألا وهو دين الإسلام، وانتهت شعائر صلاة الجمعة اختفى علاء حسنين في أحد بيوت رجال القرية قبل القرية بحوالي كيلو أو كيلو نص. وأنا ماشي مغادر القرية بعدما فقدنا الأمل أنه سيحضر، رحنا لقيناه موجود في البيت بتاع الأخ السيد أبو غريب وتناظرنا سويا وأردنا أن نلتقي، ولكن رفض الأخ علاء حسنين وجودي لأرى ما يفعل، وولعت النار في وجوده. يعني النار شعلت وهو واقف، ولعت النار وهو واقف. لو كان لديه قدرة فعلا على الجان والعلاج وكما يدعي وكما يقول أمثاله هم لديهم القدرة الخارقة على الجان كما كانت للنار أن تولع، ولكن إحنا بنقول للمرة العشرين أن ما قاله عن الدكتور أحمد كريمة أو الدكتور أحمد عمر هاشم، يا ريت يا أستاذة تعمل اتصال دلوقتي بالدكتور أحمد كريمة والدكتور أحمد عمر هاشم، وسينفي الرجل تماما أنه صرح بمثل هذه الكلمات. بين أيدينا أولا القرآن والسنة وتاريخ الأمة، هكذا قال العالم القرش دكتور أحمد طب عمر يعني هاشم. ياريت زمايلي يتصلوا بدكتور أحمد كريمة علشان يعني نستوضح الأمر ويعني نعمل فصل بقى، يعني الفصل النهائي والفصل اليقيني علشان نشوف دكتور أحمد كريمة قال إيه أو ما قالش إيه. يا أستاذة لو سمحتي ممكن أعقب على كلامه؟ اتفضل حضرتك. أولا كلامه مخالف تماما، ويؤسفني اللي أنا أقول لرجل دين في وزارة الأوقاف كلامك مخالف تماما. أولا حضرتك يا أستاذة ما كنتش قاعد في بيت. أنا أولا لما رحت القرية قبل ما أوصل القرية الظهر أذن، فنزلت أصلي في قرية قبل القرية دي مباشرة. تمام؟ تمام. فقابلني عمدة القرية أنا ما أعرفوش، واتصل بعمدة القرية أقول لك اسمه العمدة سيد. تمام؟ الراجل قال لي يا سيادة النائب أنا أعرفك من زمان ولازم تتفضل تشرب عندي الشاي، وانا عارفك ان انت جاي القريه عندنا القريه اللي جنبنا دي. دخلت عند هذا الرجل شربت الشاي، جيت لقيت بعد كده جه الاخ الفاضل اللي هو بيقول النار ولعت وانا موجود والنار ما ولعتش وانا موجود، واسال اهل القريه، واللي منعوا الاخ المتحدث هم اهل القريه ليس على حسنين. دي القريه دي تبعه هو بينه وبينها تبعه 3 كيلو 4 كيلو، انا مش من حقي اجيب افرض على اهل القريه حضرتك، لكن مين المفروض يقولوا لي اتفضل انا ولا اصحاب القريه؟ سؤال صحاب القرية. تمام صحاب القرية موضوع كلية. بس انت اللي قدمت له الدعوة انت اللي بعت له الدعوة. اسمعي ما انا هقول لك ليه حضرتك، هقول لك ليه. اهل القرية طردوه وعند فيديو مسجل بذلك وما بطردوه.
طيب رد رد حضرتك ايه يا شيخ صبري؟ اتفضل. لا اتفضل لو سمحت. انا لو عندي اتفضل يا شيخ صبري، اسمع اسمع رد حضرتك اتفضل. لا انا خلص كلامي لو سمحت. لا معلش حضرتك مش هتقولي انا اعمل ايه، انا سيبني ادير الحوار زي ما انا شايفه. حضرتك الفيصل في انا سمعت كلام حضرتك، اسمع حضرتك بقى، عاوز اسمع رد شيخ صبري. اخلص كلامي لو سمحت، اتصل باهل القريه، هبعت لك تليفوناتهم اصحاب البيت والعمده سيد والناس، واساليهم ولا تسالينا ولا تسال فضيله العالم الجليل الاخ صبري عباده. طيب ما تساليش انا ولا هو، الفيصل هم اهل القريه. طيب. اما بالنسبه للدكتور احمد كريم، انا ما قلتش الدكتور احمد كريم قال الجن بوراه بيولع نار، ولكن قال الجن يتشكل، قالها على الهواء مباشره. تمام، انا ما قلتش هو اعترف بالجن، عشان بس ما تخلطوش الامور. انا بقول الدكتور احمد كريم، انا سالت السؤال، وضع الهواء مباشره الجن يتشكل؟ قال نعم يتشكل. طيب. خلاص، هي دي اللي انا عايزها. طيب خليني ارجع. اسالي اهل القريه حضرتك وارجعي. طيب خليك معايا دقيقه واحده يا استاذ علاء. شيخ صبري، هل اولا يعني هل الجن بيتشكل؟ يا استاذه، الماسور عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجان وتصرفاتهم واشكالهم، وانهم لا يروا بالعين المجرده، واخفى الله حياتهم حتى لا يكون هناك مخلوقين يتحاسبوا ويسالوا فيه عن الإسلام وعن الدين والتكاليف الإسلامية. دعينا من قضية الأمر، أنا بقول دلوقتي لأنه بس هسأل حضرتك سؤال تاني، بس دقيقة واحدة، لأن أستاذ علاء بيقول دقيقة واحدة بس. أنا بس السؤال ده كنت بسأله عشان هسأل وراه سؤال تاني، لأن أستاذ علاء بيرجع الحرائق والنيران المشتعلة في قرية الشرقاية، إنه في قطة اتحرقت فالجن كان متشكل في هذه القطه، حسب كلام استاذ علاء يعني مش كلامي، كان متشكل في هذه القطه، وانه لما اتحرقت القطه في بعض عفش بعض الناس، فيعني الجن غضب وعمل كده. هذا ليس له تأصيل علمي، هذا كلام مرسل بلا دليل. انا بقول دلوقتي دعينا من التليفونات، وانا بارجو الاستاذ علاء ان نلتقي معك سويا، ولو يكن غدا او بعد غد، حتى يستوضح الامر اذا كان لديه الرغبه في ايضاح الحقيقه. ايضاح الحقيقه تبقى على ارض الواقع وليس في الفضائيات. انا ما بقولش على يا استاذ علاء، انا شايفه انه حضرتك بتهرب يا استاذ علاء. انا كذا مره يعني اقول لحضرتك تعالى اتفضل، بس حضرتك مش راضي تيجي. والله انا عندي حضرتك ثواني بس، انا مش جاي اعمل دعايه في الفضائيات. ايه الدعايه على ارض؟ ما احنا مش جايبينك عشان نعمل دعايه لحد، احنا ما بنعملش دعايه، احنا جايبين حضرتك عشان نستوضح الموضوع. ومره تانية بقول الكلام اللي انا قلته يوم الاربع، موضوعات الجن ومثل هذه الموضوعات هي موضوعات على الاطلاق غير مفضله بالنسبه لي، وانا مش بحب اعمل برامج فيها دجل وشعوذه واتكلم عن الجن وكده. ولكن بما ان هذا الموضوع حصل في الفتره الاخيره كلام كتير حواليه ولغط كتير حواليه، فخلونا نستوضح الموضوع بطريقه محايده وبطريقه علميه. يا استاذ، انا عاوز اقول لك حاجه، الحديث عن الجن ليس بدجل وشعوذه. لا انا ما بقولش ان الحديث عن الجن فيه دجل وشعوذه، ولكن بقول الطرق التي يتم بها التناول الإعلامي لمثل هذه الموضوعات بنسبة 99% منه هي طرق غير علمية وطرق غير مهنية. هذا ما أتحدث عنه. هناك دجل وشعوذة، هناك دجل وشعوذة يا أستاذ، عندي هناك علم، هناك علم. تمام، كل إنسان هنا ربنا اختصه بعلمه. طيب حضرتك في خليك معايا دقيقة واحدة يا شيخ صبري، اتفضل يا أستاذ علاء، دقيقة واحدة معايا يا شيخ صبري. حضرتك عايزين نفرق بين الدجل والشعوذة ونفرق بين الجن. الجن مذكور في القرآن حقيقة لا ينكرها إلا بالتأكيد كان. الجن مذكور في القرآن، أنا لا أنفي ذلك، موجودة. أنا بتحدث في نقطة تانية خالص. أحاديث أنا يعني أنا لست فقيها في الدين زي مولانا الشيخ صبري، ولكن هناك أحاديث واضحة وصريحة بأن الجن يتشكل، وأن الجن يمس الإنسان، وأن الشيطان يمس طيب. الإنسان، حاجات واقعية لا نريد أن ننكر حقيقتها طيب. لأنني غير متخصصة في مثل هذه الأشياء، فأنا يعني بحب أرجع لرأي الدين أو لرأي العلم. تمام. يعني بحب أصل الموضوع لأصوله الصحيحة. أنا لسه مكلموني سادة النواب دلوقتي حضرتك من محافظة قنا الآن قبل حديثي معك بنص ساعة، أربع نواب، وهم النائب هشام الشعيني، النائب العبادي، النائب محمد صبري، النائب حسام الزيتوني. أربع نواب مكلميني دلوقتي لسه طالعين من البرلمان، وبيقول أرجوك في واقعة في قنا غريبة الشكل تعالى شوفها،
قلت له يا عمي انا مش هروح الواقعه دي الا لما المسؤولين شخصيا يكلموني وانا انتقل اليوم عشان كلمه الدجل. طيب والتعوض. طب احنا عملنا تليفون مع استاذ عصام محمد وهو احد مواطني قريه الشرقايه. اهلا بحضرتك يا استاذ عصام. اهلا وسهلا يا فندم. يا ريت تحكي لنا بصراحه وبموضوعيه تامه ايه اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح انت عاوزين نهايه الحديث ولا بدايه الحديث؟ لا يعني ايه اللي حصل من الاول احكي لي بس بسرعه. اللي حصل من الاول الموضوع احنا من 3 شهور اتفضل. حرائق مختلفه في اماكن مختلفه في البيت. بعد هديت فتره في لمده شهرين بعد قراءه القران هديت فتره لمده شهرين وبدات الامور تزداد حده من 35 يوم الى الان. 35 يوم البيت يولع وصلت حدته في بعض الايام انه يولع اكتر من 12 مره. وانا بقول على رجال الدين اساتذه الازهر الشريف والاوقاف اللي تناولوا الموضوع على كل الفضائيات بطريقه لا تليق. على فكره انا من واحد من اصحاب البيت اللي احترق بيته وبيت عمي. طيب بسرعه احكي لنا اللي حصل. كنا في امس الحاجه لزياره رجال الدين لمنازلنا وايضاح الامور اللي ربما خفت علينا مثلا مع العلم احنا بلد مش زي ما هم اتناولوا الموضوع ان احنا متخلفين او رجعيين. على فكره احنا عندنا اساتذه جامعه واساتذه في الازهر واطباء ومهندسين وبلد على مستوى عالي من العلم. اي خلاص ومستوى التوعيه الدينيه في القريه عالي جدا. يعني مش احنا ناس هننتقل من الشرك الى الايمان ولا اي حاجه زي ما تناولنا رجال الدين بتوع الازهر وبتوع الازهر وجف على الفضائيات المختلفه. أيوة. وزي اطباء علم النفس ما اتهمونا ان احنا مرضى نفسيين. لا اذا كنا احنا مرضى نفسيين يجوا على الجنة الاول عشان نشوف الحقيقه. طب انت شايف الحاله من وجهه نظرك ايه؟ ايه اللي حاصل عندك؟ النائب المحترم الاستاذ علاء حسنين الراجل محترم الوقور اللي بنجله لاخلاقه الاول قبل اللي عمله هو يحاسب عن علمه اللي بنجله لاخلاقه الاول. الرجل ده حضر لينا استجاب على الفور كان في عمره واستجاب على الفور حضر للبلد من حوالي 10 ايام وبنشهد الله يعني قدام الناس على الملأ وعلى الناس الحضور اللي كانوا حاضرين الرجل ده اثناء حضوره لمنازلنا ما خلفش شرع الله في كلمه وكل اللي نطق بيه كان كلها ايات من القران الكريم وباسرار القران الكريم وأدعية وأقسام كلها من القرآن الكريم ما خلفش شرع الله في حاجة ونشهد الله على ذلك أمامنا. حتى لو مشكلتنا ما اتحلتش يكفينا أن هو ما اتحركش في نطاق يخالف الشرع ولا الدين. طيب ألو. طيب وإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما جالكم الشيخ صبري عبادة؟ اللي حصل بالنسبة للشيخ صبري عبادة؟ أيوة فندم اتفضل حضرتك أنا بسألك. بالنسبة للشيخ صبري عبادة على فكرة الشيخ صبري عبادة مش راجل غريب عننا هو راجل كان مرشح عندنا في الدايرة وراجل جارنا هنا راجل بنجله وكان وكيل وزارة الأوقاف راجل احنا يعرفنا ونعرفه. الشيخ صبري عبادة على فكرة عنده علم بالحادثة بتاعتنا بعد زيادة حدتها من شهر بالظبط. عنده علم من مراسل اليوم السابع وحلق على خبر في اليوم السابع. هو لما جالكم استقبلتوه ولا ما استقبلتهوش؟ اسمعيني يا فندم بس اكمل كلامي. لا انا بسال حضرتك جاوبني الاول وبعدين كمل. نعم يا فندم. انا بسال حضرتك هو انتوا استقبلتوه ولا رفضتوا استقباله؟ الشيخ صبري عبادة عنده علم بالحدث من شهر، يجي عندنا البيت وصل قدام البيت عمي الكبير بدا يكلمه لقى ان الشيخ صبري عبادة بيتناول الموضوع بيقول يا جماعه انتوا ما تنتقلوش من الشرك الى الايمان. يا استاذ يا مولانا الفاضل احنا ناس مؤمنين وموحدين والى الان بيحسنا على الصبر. طب كويس احنا بيحسنا على الصبر احنا صابرين والحمد لله احنا بقالنا اكثر من 3 شهور والامور ازدادت الكارثه زادت حدتها من 35 يوم والحمد لله صابرين وبنقول الحمد لله. عمي بيقول له اتفضل نوريك يا استاذنا الفاضل نوريك الاحداث والبيت والمناظر والفرش اللي اتحرق والعرق المواقع كلها الاشياء اللي خلصت في البيت. قالوا لا خلاص 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 ورفض يدخل معاه البيت من جوه والصوت عالي وانت عارفه ان احنا في حاله قلق احنا ما نمناش بقالنا 35 يوم. يعني الشيخ صبري هو اللي رفض يدخل البيت يعني؟ لا اجى عند قدام البيت جوه وعمي الكبير حاول معاه انه يدخله عشان يشوف
يوريه الشيء على ارض لكن الواقع. انتوا الشيخ صبري رفض. ما رفضتوش انتوا استقبال الشيخ صبري يعني؟ ما لا رفضنا. عمي رفض بعد رفض الشيخ صبري انه يدخل، وبعد انه وصف المحترم الاستاذ المحترم اللي جدرنا الوحيد المحترم اللي جدرنا واجى مكاننا هو الشيخ علاء، فقال بعد اذنك يا استاذ صبري خلاص انت ايه النهارده. لا احنا رفض استقباله النهارده بعد علو صوت او عدم يعني، هو رفض استقباله في اليوم ده. عم الكبير هو اللي رفض. طيب وحصل ايه بعد كده؟ حصل ان الاستاذ علاء ده الكلام ده كان قبل الاستاذ الراجل المحترم ده قبل ما يجي بساعة بالظبط. اي اتفضل. بعدها جه الاستاذ علاء وكمل جلسة التحصين اللي هو اللي زي ما هو جه مرة قبل كده، وان شاء الله الحمد لله ربنا حلها من عنده. والوضع عندك ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا فندم الحمد لله. وانتوا كان بقالكوا شهر كان في نيران. احنا كده من شهر، الموضوع بقاله شهر او 34 يوم كده. طيب اوصف لي بالظبط كان بيحصل ايه؟ يعني النار بتروح فين يعني، ولا بتعمل ايه بالظبط؟ طيب انا اوضح لك الموضوع. النار اه على فكره النار معظم الفضائيات جت صورت، وكانت بتحصل النار في وجود بعض الفضائيات عشان ما يقولش الاسماء معينه. لو حضرتك عاوزاني اوضح لك. لا حضرتك اوصف لي، انا عاوز اسمع وصف من حضرتك. النار بدات كانت في اركان البيت خارجيه، بعد كده انتقل للبيت يعني من بعض الحياة. الدولاب ولع من داخله وهو مقفول، بالملابس من داخله وهو مقفول. التلاجة ذاتها ولعت وهي الكتب مكتب حديدي مقفول ولع. شنطة الطالب اول امبارح من 3 ايام مقفولة، الكتب اتقطعت. وبعدين كل احنا بس بنقول معلش يا جماعه احنا في كارثه. الناس لازم تكون عندها هي الغرب تقدم علينا ليه؟ تقدم علينا ليه؟ لما بيحصل كارثه زي دي معظم الباحثين بيتهافتوا انهم يتبنوا الكارثه دي عشان يوصلوا للحقائق. احنا للاسف مش عارف احنا في البلد مش عاوزين نوصل للحقيقه ليه؟ انت الحقيقه شايفها ايه يعني؟ برضه احقاقا انت الحقيقه شايف الحقيقه ايه يعني يا استاذ عصام؟ انا اللي عايش في الوضع. فشايف انا اللي عايش في قلب الحدث. ايوه شايف ايه من قلب الحدث؟ من قلب الحدث ده شيء غير طبيعي خالص. ما هو الناس اتهمتنا ده احنا بترموا مواد. خلاص انا هولع في نفسي، انا ولعت في مرات عمي واقفه كده، انا ولعت في هدومها يا جماعه. خلاص انا مرات عمي عاوز احرجها وانا ولعت في هدومها. ما هو انتوا بتتهمونا بكده بقى. احنا اللي رمينا على نفسينا مواد مشتعله عشان نحرق بيوتنا ونحرق وما ننامش كده 35 يوم. احنا ناس مرضى نفسيين، احنا بنحرق في انفسنا. يا استاذه ده شيء خارق للعاده وشيء غير طبيعي، واحنا عاوزين تفسير من ائمه الدين. اذا ما كنتوش مصدقين الاستاذ علاء المحترم اللي احنا بنبجله ونعزه خلاص وصلت فكرتك يا استاذ عصام، خليك معايا ما تقفلش. طيب نرجع تاني للشيخ صبري عباده. الشيخ صبري يعني حضرتك سمعت معانا استاذ عصام قال ايه، وهم بيقولوا ان هم يعني رفضوا استقبال حضرتك، وبيقولوا انه يعني انتوا كشيوخ ما اديتهمش اي مساعده، وانك كنت عارف الموضوع ده بقاله شهر وما فيش اي مساعده من جانب حضرتك، وانه يعني انتوا بتتهموهم ان هم بيولعوا في نفسهم او بيولعوا في عفشهم او انهم مرضى نفسيين. اولا انا بقول لعصام، يا عصام انا ما روحتش عندك البيت ووريتني العفش ووريتني الحاجه المرميه بره، ورحت لعمك لعند البيت جوه، وعمك اترجاني ان انا ما احضرش مع الشيخ علاء علشان يعمل اللي يعمله. انا ما حضرتش وشفت بيتك وشفت العفش اللي مولع، ودعيتك الى الصبر وقلت هذا بلاء وانا معك وليس ضدك، ولكن لا نطلق العنان الى مثل هذه الافعال والاقاويل التي ليس لها سند من الشريعه. انا ما عملتش كده يا عصام. الو يا فندم. عصام يا استاذ عصام. نعم. رد على شيخ صبري. خلي عصام يرد على حضرتك يا فضيلة الشيخ. نعم انا معايا حضرتك. اتفضل يا عصام. اللي هيرد على حضرتك عمي اللي كان موجود، او انا اتكلم
اخلي عمي اللي هو اللي يتكلم مع الاستاذ صبري. طيب ادينا عمك اتفضل. الحاج محمد او مع حضرتك. طيب ايوه يا حاج محمد اتفضل. الو ايوه يا حاج محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك اتفضل. اهلا بك يا استاذه. مولانا الشيخ صبري احنا جيرانه. اتفضل. نعم احنا جيران مولانا الشيخ صبري. والشيخ صبري يعلم مشكلتنا من شهر. واحنا بنعاني من شهر واكثر من شهر واحنا اسره كبيره ويعلم بنا الله في الشهر ده ايه ظروفنا. وحدانا عيال بتتعلم وعيال بتمتحن لان هم ما عارفين يذاكروا ولا اي حاجه. اتفاجئنا بمولانا اجى لنا يوم الجمعه بعد شهر عشان يبوظ علينا موضوعنا بالنسبه للشيخ علاء. ويصير لنا فتنه في البلد ويبوظ لنا الشغل بتاعنا كليته. طيب مولانا لو راح صلى الجمعه وقال اي كلام في جهه الشيخ علاء، الشيخ علاء هيسيبنا وهيمشي. ومولانا الشيخ صبري هيسيبنا وهيمشي. لانه رفض مولانا الشيخ صبري اول ما اجى قلت اتفضل يا مولانا شوف البيت بتاعنا فيه ايه. اجى لحد البيت لحد عتبه البيت ورفض يخش البيت. ويا رب هو يكون سمعني وانا بتكلم. هو سامع حضرتك. اه. اجى معايا يا مولانا الشيخ صبري غيت عتبه البيت وقال لي خلاص خلاص يا ابني انا مش خاشش. يا مولانا اتفضل شوف. قال لي اوعى العقيده يا ابني تغير دينك، قلت ديننا مش بتغير يا عم الشيخ صبري نهائيا. بس احنا عاوزين حل. احنا عاوزين حل. مولانا طلع خطب الخطبه في الجامع خطبه محترمه جدا وخد بعضه وتوكل على الله. طيب. خليك معايا يا حاج محمد. شيخ صبري حضرتك سمعت كلام حاج محمد؟ نعم. حاج محمد. طيب. انت حاج محمد ولا حاج احمد؟ لا الحاج محمد. لا انا بساله الاول انت الحاج محمد ولا احمد؟ نعم يا مولانا. انت مين؟ انا محمد يا مولانا. انا عارف صوت الحاج احمد صاحب البيت الاولاني اللي عيدك الشمال اللي انا رحت بقى. انا محمد يا مولانا. لما وراني العفش وقال لي الحريقه. لا يا مولانا انت ما خدتش البيت. انا وريتني العفش مرمي بره. العفش مرمي بره. انت يا مولانا قلت لك اتفضل يا مولانا شوف بيتنا فيه وتفضل انت بركتنا جيت لحد العتبه ورفضت تخش البيت يا مولانا. انا بقول لك العفش كان مرمي بره ومولع والكتب اللي متقطع جوه الشنطه يا مولانا جيت اوريهم لك برضه رفضت يا مولانا. لا انت وريتهم لي في الشنطه وما قلتليش اي حل في الموضوع يرضي خاطري حتى. انت معاك على حسنين انا جيت اقيم عليك الحجه بين يدي الله ان ما يفعله على حسنين مخالف للشريعه. انا جيت لك بناء على طلب على حسنين مش انا اللي جاي لك. وانا لما اتصلوا بيا في الاعلام قلت للشرقايه اهلي وناسي لابد ان نبحث. يا مولانا انت لو سمحت مش كنت انتظر على حسنين يجيبك. لا على حسنين هو اللي انت اهلنا وانت كبيرنا يا انت ما كنتش تنتظر على الشيخ علاء حسنين يجيبك. انت كان واجب عليك احنا اهلك وانت راجل شايف بتاع الدين واحنا بنصلي وراك ونقوم وراك ونقول مولانا الكبير في مكاننا كنت مش تنتظر حد يجيبك يا مولانا. يا حاج محمد بس خلينا نسمع بعض لو سمحت يا حاج محمد. اما الشيخ صبري يتكلم بس نسمعه وبعدين حضرتك رد عليه. اتفضل يا شيخ صبري. اولا انا رحت القريه، انا القريه عارفها وعارف اللي حصل من شهر واتصلت بي الصحافه وقلت لهم يا جماعه اتصلوا بكليه العلوم واتصلوا بالجهات المعنيه والناس تعبانه والناس من حقها. وانا قلت للحاج محمد هيشهد الله عليهم القيامه ومعايا فيديو بذلك. قلت له انا مش ضدك انا معاك انا جاي عشان اساعدك انا جاي علشان اشوف ايه اللي بيحصل. ومع ذلك هم مقتنعين تماما ان علاء حسنين هيطفي النار. علاء حسنين لما بحد بيتصل بيه علشان الدنيا تعرف كلها ما بيروحش في التو واللحظة بيسيب الناس 10 ايام. انا بكرة في السعودية انا بكرة في المانيا انا عندي ظروف لحد ما الامور تهدأ وتكون امور طبيعية. لكن انا تحديت علاء حسنين ولا زلت بتحدى علاء حسنين على الدنيا كلها ان ما يأتي به مخالف للشريعة ولا أصل له وأن الأزهر الشريف ودار الإفتاء أفتت بذلك. أنت عاوز تسمع كلام حسنين تسمع كلام جورج تسمع كلام يهوذا دي حرية. لكن إحنا بنقدم الرأي الديني الصرف وإنت عرفت البلد كلها وقفت ضدك لأنك أنت تلفظت بألفاظ وأبيت أن العلماء يتكلموا معاك
وانت مؤمن بالشعوذه والدجل وهذا مخالف للشريعه. انا النهارده بقول لعم محمد وعصام انا رحت لعند البيت ومراته ايده تقول في جنبي وقلت لها يا امي انا معاكي، لازم نلاقي حل ولازم اجهزه الدوله تتحرك ولازم يبقى في ناس على درجه عاليه من العلم، ولا نطلق الامر لهؤلاء المشعوذين ان هم يلعبوا على عواطف الناس، وبكره تتسرق البيوت ويقول الجن اللي سرق البيت، وبكره تغتصب النساء ويقول اللي اغتصبها الجان. هذه امور لم تثبت نهائيا. انا عاوز منك يا استاذه تحددي لقاء وتتصلي حالا بالدكتور احمد عمر هاشم، وهو حيتكلم مع علاء حسنين وحيبين لك انه ليس معه احد علماء الازهر قاطبه. طب يا ريت يا جماعه نكلم الدكتور احمد عمر هاشم او الدكتور احمد كريمه يكون معانا على التليفون عشان نفصل في هذا الموضوع، لان انا شايفه ان الموضوع يعني في اكيد بعض من الدجل والشعوذه، في عبث، ربما يكون هناك ايضا لعب على مشاعر البسطاء. يعني انا من بره قاعده بقول كده، بس اتمنى هذا الملف اضعه يعني لمن يهمه الامر. في عبث اكيد، في عبث، في مشكله اكيد، في مشكله. ازاي نوقف هذا العبث، ازاي نحل هذه المشكله، ده الموضوع اللي انا فعلا انا محتاره. انا وانا سامعه انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، بس انا على الاقل مش قادره اصدق ان في حاجه اسمها يعني قطه تتحرق، فالقطه لما تتحرق يجي الجن يعاقبنا علشان القطه اتحرقت. يعني انا بعقلي المتواضع انا مش قادره اصدق ده، ولكن ماذا يحدث؟ يا ريت حد يفتينا، يعني يا ريت حد من المسؤولين يقول لنا يعني ايه تفسيره العلمي لما يحدث. معقوله يكون في قطه اتحرقت، في اصل القطه دي كان يعني متشكل فيها جن، فالجن بيحارب هذه القريه عشان هي حرقت القطه، او القطه اتحرقت غصب عنهم، فيحدث حرائق غير مفهومه في هذه القريه الصغيره من قرى محافظه الشرقيه، وبعدين نسمع حرائق في قنا، ونسمع حرائق في بني سويف، ونسمع حرائق في الاقصر. يعني انا حقيقي مش فاهمه، يعني عقلي بيرفض اشياء، بس في حاجات تانية انا مش فاهماها. بالتأكيد انا غير متخصصة في هذا الموضوع، ولكني للمرة الثانية اطرح هذا الموضوع امام المسؤولين، اطرح هذا الموضوع امام من يهمه الامر. يا ريت عاوزين نعرف اجابات شافية. الناس اهالينا في محافظة الشرقية او في غيرها من القرى المصرية اللي حصل فيها الموضوع ده، من حقهم يكون في حد مسؤول يقعد معاهم ويبحث في هذا الموضوع ويجيبوا من الآخر، يعني يجيبوا الخبر اليقيني، يعني إيه اللي بيحصل. هؤلاء الناس البسطاء من حقهم حد يقعد معاهم وحد يكلمهم وحد يحللهم هذه المشكلة اللي بتحصل، ويفهمهم الموضوع بطريقة علمية لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل. ما ينفعش نسيبهم كده يعني من غير ما حد مسؤول يروح لهم ولا حد مسؤول يحللهم مشكلتهم. علامات استفهام كتير، يعني بحاول أسأل أسئلة كتير لكن الإجابات بتطرح علامات استفهام أخرى وعلامات تعجب كثيرة. مفيش إجابات شافية بالنسبة لي حتى هذه اللحظة، لكني أميل أن أنا يعني أصدق الرأي العلمي، انه يعني علميا مش ممكن يحصل كده الا لو فيها في وراها يعني حاجه علميه، يعني سبب علمي، سبب مادي ادى لحدوث هذا. ده اللي احنا يعني درسناه يعني، لكن ايه اللي بيحصل بقى هناك انا مش عارفه يعني حقيقي. شيخ صبري، يعني انا حقيقه يعني في حيره من امري، في حيره شديده من امري، مش عارفه يعني مش عارفه اسال ايه تاني يعني، ومش عارفه مش عارفه نفصل ازاي في هذا الموضوع. واحنا بنحاول على فكره، زمايلي دلوقتي بيكلموا دكتور احمد كريمه وبيحاولوا يتواصلوا معايا علشان نشوف يعني قول فصل في هذا الموضوع، لانني فعلا يعني ده موضوع غريب بالنسبه لي يعني، ويمكن تكون دي اول مره في اي برنامج من برامجي ان انا اتناول هذا الموضوع، لاني ما بحبش هذه الموضوعات. وللمره المليون بكرر، احنا مش برنامج نقعد نتكلم فيه عن دجل وشعوذه ونطرح مثل هذه الملفات، لكن انا بما ان هذا الموضوع حدث في اكثر من مكان
على ارض جمهوريه مصر العربيه نيران، اهالي بيشتكوا ان في نيران، فبنحاول ان احنا يعني نساعدهم، يعني لو ما فيش مسؤول توجه ليهم بنحاول احنا نقف جنبهم ونساعدهم ونبحث في موضوعهم، ربما نصل لإجابات لهذا الموضوع الغريب بس بطريقة علمية، مش بطريقة فيها أي يعني نوع من استخدام الخرافات أو الدجل أو الشعوذة، لأننا أبعد ما نكون عن ذلك.